السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. سابع، اليوم رح نعمل فيديو مراجعة للامتحان لمادة التربية المهنية. طبعا المطلوب منك انك تدرس فقط التلخيص لانه كل الاسئلة من التلخيص. اول اشي، تشكل مساحة الاراضي المزروعة بالاشجار الحرجية في المملكة الهاشمية حوالي 1%. انا بجيب لك بالامتحان كم نسبة الاراضي المزروعة بالاشجار الحرجية في المملكة الاردنية؟ حوالي 1%. اذا من الاشجار الحرجية رح اجيب لك نوع من الانواع الموجودة عندي، الصنوبر، الثرو، الزيتون البري، بحكي لك هاي أي أنواع من أي أشجار، بتحكي لي أشجار الحرجية. من أهم المخاطر اللي بتأثر على الغابات، الحرائق والتحطيب والرعي الجائر. ويمكن تصنيف الأشجار إلى نوعين، الحرجية إلى قسمين، الأشجار الحرجية المخروطية والأشجار الحرجية عريضة الأوراق. الأشجار الحرجية المخروطية بتكون أوراقها إبرية وبذورها داخل مخاريط خشبية مثل السرو والصنوبر. الأشجار الحرجية عريضة الورق مثل البلوط، الخروب، الزيتون البري. يمكن تصنيف الأشجار الحرجية حكينا إلى نوعين، أشجار حرجية مخروطية وأشجار حرجية عريضة. من الفوائد البيئية للأشجار الحرجية، أولاً امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو لاستخدامه في عملية البناء الضوئي، حفظ التربة وحمايتها من الانجراف، امتصاص جزء كبير من الغازات السامة. من الفوائد الاقتصادية للأشجار، ميز بين الفوائد البيئية للأشجار الحرجية وبين الفوائد الاقتصادية للأشجار الحرجية. إحنا بنيجي نستخدم الأشجار الحرجية لإيش اقتصادياً؟ في صناعات إيش؟ يعني إنتاج الأخشاب اللي بتستخدم في صناعة الآثاث، إنتاج الثمار والبذور اللي بتستخدم في تغذية الإنسان والحيوانات وصناعة الأدوية، إنتاج السمغ والمطاط والفلين الذي تستخدم في صناعات متعددة. شو ما المقصود بالنتح؟ النتح هي خروج الماء على شكل بخار من أجزاء النباتات المعرضة للهواء خصوصا الأوراق. يعني ممكن أجيب لك التعريف، أحكي لك التعريف لشو؟ موعد زراعة غراس أشجار الحرجية، هذا مهم. أنا لما أجيب لك مثلا موعد الأشجار، متى بغرس الأشجار الحرجية؟ في شهر كانون الثاني بعد سقوط كمية كافية من الأمطار، بيستمر حتى منتصف شهر آذار. بتتميز الأردن بتنوع كبير في البيئات الزراعية الملائمة للأشجار المثمرة. فالأشجار عندي في المناطق الجبلية والبادية ملائمة لإيش؟ لزراعة الزيتون والعنب والتين والتفاح واللوز والرمان وغيرها. ممكن أجيب لك من المناطق اللي بنستخدم فيها الزراعات في زي اللوز، زي الرمان، زي التين، زي التفاح، في أي مناطق؟ في المناطق الجبلية والبادية. ايضا عندي تصنيف للاشجار المثمره على حسب تساقط الاوراق وعلى حسب نوع الثمار. عندي حسب تساقط الاوراق، متساقطه الاوراق ودائمه الخضره. زي ايش نباتات متساقطه الاوراق؟ زي الرمان، زي الدراق، دائمه الخضره زي الزيتون والبرتقال. ايضا حسب نوع الثمار، في عندي الجوزيات، اللوزيات، التفاحيات والحمضيات. زي الجوزيات زي البندق، اللوزيات زي المشمش، التفاحيات زي السفرجر، وايضا الحمضيات زي الليمون. اسماء بعض الاشجار المثمره الغنيه بالعناصر الغذائيه. في عندي الاشجار المثمره غنيه مثلا السكريات زي مين؟ زي الموز والعنب. بالدهون غنية اللوز والزيتون، الزيوت الزيتون واللوز والفستق. فيتامين A زي الكرز والمشمش. فيتامين G زي الليمون والجوافة. الألياف زي الخوخ والتفاح. شو أهمية الألياف؟ بتساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام وتخلص من الفضلات وتمنع حدوث الإمساك وتقي من الأمراض القلب. الحرائق، الوحدة الثانية بنحكي عن الحرائق. الحرائق هي من أكثر الحوادث خطورة وتأثيرا على الإنسان والبيئة، وتسبب أضرار وخسائر بشرية. بتنتج عن تفاعل مواد كيميائية مادتين أو أكثر نتيجة حرارة ولهب وضوء وانبعاثات غازية. طفاية الحريق هي أسطوانية معدنية مملوءة بالماء ومواد كيميائية بتقوم بعزل الأكسجين عن المادة المحترقة. للحرائق عناصر ثلاثة، هاي مهمة، هم حكينا بتجتمع في لحظة خاطفة وبيصعب علينا توقفها نتيجة عن تفاعل كيميائي. بتنتج عن تفاعل كيميائي. من عناصر الحرائق مادة قابلة لاشتعال غاز الأكسجين ومصدر الحرارة. من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق في المنازل، الجهل وعدم المبالاة، القرب من المواد القابلة للاشتعال زي مين؟ زي الأثاث، المواد الخشبية، الأقمشة والستائر. بتسوء أيضا تسرب الغاز من الأسطوانات المنزل مثل الأسطوانات حكينا المدافئ والمطابخ التعات اللي بتكون في تعية الغاز. أيضا النصائح حكينا للوقاية من حدوث الحرائق في المنزل، التأكد من سلامة الخرطوم، تخزين الوقود والوسائل والسوائل الماء والمواد السريعة الاشتعال في مكان بعيد عن أشعة الشمس، أتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وأبعد عن مصادر الابتعاد عن مصادر اللهب والمواد القابلة للاشتعال. حكينا أيضا قواعد المرور، هي القواعد اللي بتضعها الدولة لتنظيم العملية المرورية للمراكب والمنشآت في الشوارع. السلامة المرورية هي كل الخطط والبرامج المرورية والإجراءات الوقائية. الشواخص هي لوحات معدنية ذات أشكال
آلال هندسية مختلفة تضع على جانب الطريق. أيضا حكينا الإشارة الضوئية هي جهاز تحكم يعمل على الطاقة الكهربائية بتوجه حركة المرور بواسطة الوقوف أو الاستمرار. عناصر المرور هي العنصر البشري هو أهم عنصر، الطريق والمركبة. من الممارسات التي تساهم في السلامة الممرورية أن تجنب اللعب في الشارع، عبور الطريق عند الخطوط، عبور المشاة، الالتزام باستخدام الأرصفة، استخدام حزام الأمان. حكينا هدول المدلولات بدكم تحفظوهم. ما رأيك، وهذا سؤال، شو رأيك في قطع، يعني إيش رأيك، هل هو تصرف صحيح أو خطأ؟ من الفوائد إشارة المرور تنظيم حركة السير، تقليل وقت الانتظار، التخفيف من كمية الوقود المستهلك، أيضا التقليل من الحوادث. جهاز الصراف الآلي هو جهاز بيستخدم تقنية اتصالات عالية السرعة. أيضا بطاقة الصراف الآلي هي آلة إلكترونية آمنة يمكن لحاملها إجراء معاملات بنكية. مكونات جهاز الصراف، وحدة الإدخال هذه مهمة، بجيب لك مثلا من وحدات الإدخال الموجودة في جهاز الصراف هي قارئ البطاقة، لوحة المفاتيح، شاشة اللمس، بصمة العين، جهاز استقبال المبالغ النقدية والمودعة. أيضا من وحدات الخارجية هاي برضو مهمة، إيش من الوحدات الخارجية؟ الأدوات اللي بيستخدمها البنك لتزويد العميل بالمعلومات زي السماعة، شاشة العرض، الطابعة، جهاز صرف المبالغ. إيجابيات بطاقة الصرف، إذا بتستخدم العميل القيام بالعمليات البنكية بيستطيع العميل القيام بالعمليات البنكية في أي وقت، تحويل الأموال، أيضا توفير وقت للعميل وجهد، إمكانية إيداع النقدي والشيكات. سلبيتها إن حصر البطاقة داخل الصراف الآلي، هذا ممكن تظل البطاقة في الصراف الآلي، أيضا ممكن الجهاز يتعطل ويخرج من الخدمة. إمكانيات استخدامها إنه إذا فقدت البطاقة ممكن يستخدمها حدا تاني وجد البطاقة. التسويق السياحي هو نشاط متكامل بضم جهود مبذولة لجذب انتباه السواح المحليين والخارجيين. أهمية التسويق السياحي بتزيد جاذبية المناطق السياحية، استقطاب السائح وجذبه للأماكن السياحية، تشجيع السياحة المحلية في المملكة وإيجاد فرص عمل جديدة. طرق تسويق الأماكن السياحية، الطرق التقليدية زي طريق عن طريق نشر الأخبار والصور والدعاء، وأيضا الصور الدعائية عن طريق وسائل الإعلام والمهرجانات والمعارض. الطرق الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت. أشغال الخزف، عندي حرفة يدوية، أيضا أهميتها، أهمية أشغال الخزف هواية مربحة بتزود في دخل الفرد والأسرة، بتعلم الصبر والمثابرة، بتنمي المهارات اليدوية، أيضا بتشغل أوقات الفريق بأمور مفيدة. من مواد أشغال الخرز، الخرز وهي كتلة مثقوبة مصنوعة من مادة من المواد اللي بتكون بأحجار وأشكال متنوعة. أيضا الخيوط زي خيط الحرير، خيط البلاستيك، خيط القطن، وخيط المطاط. الأسلاك ممكن تصنع من الفضة، من النحاس والبرونز، الأقفال، وأيضا حكينا بالمعدنية تركب في أطراف وتثبيتها لتيسير ارتدائها فقط لا غير. هذا المطلوب منك فقط، إنك تحفظ بس التلخيص، ويعطيكم العافية يا سابع.